هل حكم مشروعية الحجاب ألا ترى المرأة الرجل أم لا يرى الرجل المرأة؟ مشروعية الحجاب أن لا يرى الرجل المرأة، هذا لا في ذلك من الفتنة، أنت تستتر عنه. أما كونها تراه فهذا على التفصيل الذي سبق، إن كان لشهوة فهذا لا يجوز، قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أما إذا كان لغير شهوة فهذا محل الخلاف، والأحوط أنها تغض بصرها مهما أمكنها ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.